بسم الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالأفضل الأقدر جل جلاله وعم نواله كل مخلوقات. ربنا علمنا كيف نكون دعاة سلام ومؤيدين لإرساء الوئام بين خلق أجمعين، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته ورضا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها، إذ يتنازعون بينهم أمرهم، فقالوا ابنوا عليهم، هذا القوم ابنوا عليهم بنيانا ربهم، ماذا فاش زعام البشر ابنوا عليهم، ماذا هذا ولي ابني له مكان يعرف به، وربما مدفون في المكان، ما يدعون أنه الولي يكون كلب جيفة ولا خنزير جيفة، ولا هذا ماذا طلت على عدة أجيال من له بحكم جهلهم بالإسلام. على ما عندناش الأمور دي بتاع الزوي، ولا عندنا دماش، راهو يالي أنتم تعبدوا في ربي، راكم تعبدوا في الشيطان اللي يوصلكم للترات دي. ماشي في بالكم أنا سيدي فلان وسيدي فلان وسيدي الدرويش الفلاني وكذا، كان إنسان صالح، فعظموا عظموا ربنا سبحانه وتعالى اللي يحب أهل الصلاح، فكونوا من أهل الصلاح، خير لكم أن تكونوا من أهل اللا فلاح. لن تفلح ما دامك تتبع في عقلية وضعها ناس دجالون باسم الإسلام، والإسلام منهم براء، ولا زوي إلا بيوت الله، هيا تأوي إليها، تلقى السلام وتلقى الرضوان من العلام سبحانه وتعالى عظيم الشأن، والسلام.